يا صباح الخير من مطبخ اسيا، حلقة جديدة واسبوع جديد ووصفات جديدة. معرفش بقى اذا كنتوا خمنتوا الاسبوع ده بتاع ايه ولا لا، بس الاسبوع ده هنتناول فيه الوصفات اللي احنا بنجيبها من بره والناس كلها بتحبها. طبعا انا المونة والودي ودي ان انا اعمل لكم كل الحاجات اللي بتيجي من بره، بس انا محصورة بالوقت ومحصورة بعدد الحلقات. النهاردة هنعمل شاورما، بس مش هنعمل شاورما، هنعمل شاورما تركية، يعني حاجة كده مفتخرة وعلى أصولها، لأنه أصلا الشاورما العالمية المشهورة جدا هي الشاورما التركي. كون إن احنا نقطع الفراخ على شكل ستريبس أو اللحمة ونعملها على الطاسة دي، بيفوتنا حاجات كتير في الشاورما وبتفوتنا نكهات حلوة كتير في الشاورما. إن احنا النهاردة هنعمل شاورما على أصولها، هي مش زي المحلات، هي ممكن التتبيلة زي المحلات التركي، لكن طريقة السوى هتبقى طريقة بيتوتية قريبة جدا من نتيجة المحلات. فهنتكلم عن كل ده، وهنعمل كمان لو فضل معانا وقت عيش الشاورما، وهنعمل كمان صلصة التساتساكي او اللي هي الزبادي التركي. دي بتبقى زي صلصة الزبادي اللي احنا متعودين عليها، بس ده اسمها اليوناني والتركي. اول حاجة هنحتاجها، انا عندي هنا صدور فراخ متقطعة شرايح زي البانيه بالظبط، يعني رفيعة بالشكل ده. زي ما قلت احنا مش هناخد سكة الشاورما المتقطعة سلايسز او ستريبس دي، لانه بيفوتنا حاجات كتير. وهبتدي اعمل التتبيلة بتاعتي. التتبيلة انا هحتاج اول حاجة نص كوباية من الزبادي. لاحظوا انه ممكن تكون المكونات كتير قوي، بس النتيجة رائعة جدا. وهحتاج حوالي معلقتين كبار من صلصة الطحينة، الطحينة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. هحتاج كمان معلقتين كبار من عصير الليمون، بس خلوني اشتغل واحدة واحدة عشان نفضل فاكرين كلنا مع بعض المكونات. وهحتاج معلقتين كبار من عصير البرتقال، وعندي معلقتين كبار من عصير الليمون. انا بحاول ابتدي بالسوائل وبعدين اضيف الحاجات الصلبة. وعندي نص كوباية من زيت الزيتون، هي بتحتاج زيت زيتون حلو قوي بالمنظر ده. والشاورما التركي شاورما فخمة، شاورما فيها كل البهارات. احنا عملنا قبل كده حلقة بهارات الشاورما، بس عملناها بهارات الشاورما بتاعتنا احنا العرب، يعني اللبناني والسوري والحاجات دي، لكن دي شاورما تركي فيها شوية نكهات قوية وحلوة قوي. عشان كده حاولت ان انا افصفص لكم كل حاجة لوحدها بحيث ان انتوا تبقوا متابعين معايا. هبتدي دلوقتي بعد ما ضفت السوائل، عندي هنا بشر ليمون وعندي كمان بشر برتقال، عندي اوريجانو او زعتر ناشف، وعندي الجنزبيل المفروم الطازه ما استخدمتش الباودر، عندي كمان الثوم مبشور. شوفوا كم حاجه، بس صدقوني تستاهل، تستاهل كل ده. وهحتاج دلوقتي ابتدي اضيف البهارات، عندي السماء هحاول اخرج شويه دول، عندي شويه قرنفل، عندي كمان شويه بابريكا، وعندي حبه ملح خشن مش الناعم، وعندي كمان الجوز الطيب، عندي يعني هخليه للاخر ده واضيفه عشان تفهموا ليه بضيفه، عندي قرفة، عندي كمان شوية شطة، وعندي حبهان مطحون او الهيل المطحون رشة صغيرة، عندي كمان شوية ملح، ملح حطيناه لا، عندي فلفل اسود، وعندي كمان فلفل ابيض، عندي كزبرة ناشفة. كل دي بهارات معلش، بس هتشوفوا النتيجة هتبقى عاملة ازاي. وعندي الكبابة الصيني، ممكن تجيبوها مطحونة، ممكن نعمل حاجة لطيفة قوي
ان احنا نجيب مثلا الطبق ده ونحاول نفتحها بالشكل ده، تدي نكهتها في التتبيلة. شاورما التركي في التتبيلة بيدخل بقدونس، هحط بقدونس بالشكل ده وهقلب المكونات كلها مع بعض. الريحة ما اقولكوش تحفة. طيب انا دلوقتي عملت تتبيلة الشاورما التركي، ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الفراخ بتاعتنا نبتدي نشتغل فيها. عندي هنا الجوانتي. احنا قلنا انه الفراخ لازم نعملها رفيعة زي ما نكون هنعمل البانيه او الاسكالوب، اهي بالشكل ده، عشان تبقى سهل علينا في الشوي نشويها. اهي، ومفروض ان انا اتبلها كويس قوي، وبعد ما اتبلها اسيبها في التتبيلة دي طول الليل. لازم طول الليل عشان الفراخ اولا تستوي كويس وكمان تطرى. ممكن كمان اضيف اضافة حلوة قوي للتتبيلة، بس انا كترت عصير الليمون. ممكن نضيف الخل كمان بيساعد، بس عصير الليمون برضو لو عملنا الكمية اللي محطوطة في الوصفة برضو بتدي نتيجة حلوة. احنا طبعا ما عندناش وقت ان احنا نتبل ليلة كاملة، فهنشتغل على طول. ازاي دلوقتي بنسوي او ازاي بنشوي الشاورما التركي بتاعتنا؟ عندي هنا صينية فرن وعندي الشواية شبكة. لو ما عندناش الشبكة ممكن نعمل الشواية بتاعت الكباب، عارفين ان بتتفتح دي وبتتقفل، بس المهم ما يكونش ليها ايد خشب عشان ما تتحرقش في الفرن، تبقى ايد معدن يعني زي الشواية نفسها. وبعدين بنجيب الفراخ، بس الاول قبل ما اجيب الفراخ لازم ادهنها بشوية زيت زيتون، يعني لازم اعدي زيت زيتون كده على الشواية كويس قوي، بحيث ان الفراخ بتاعتي تتحمر بسهولة في الفرن. يعني اخد من تحت وادي الشواية بالشكل ده. هحتاج دلوقتي الجوانتي وهجيب الفراخ. زي ما قلت انا بحاول ان انا اعمل كأن انا بشوي على السيخ بتاع الشاورما. في طريقة تانية انا شفتها في المنازل التركية، ان هما بياخدوا الفراخ ويدخلوها في سياخ الشيش طاووق، بس بعد كده بيحاولوا يعملوا زي هرم كده بالسياخ ويوقفوه على برتقانة ويحاولوا ان هما يشووا الحاجة واقفة في الفرن، بس دي طريقة مرهقة وبتاخد بس كميات صغيرة من الشاورما، واحنا عايزين شاورما يعني وجبة عائلية، يعني السيخ ما بياخدش اكتر من صدرين وبعد كده بيبتدي يتلخلخ. فهحط الصدور بالشكل ده فوق بعض اهو. طبعا لو سبناهم ليلة كاملة بيكونوا اتبلوا وبقوا زي الفل، يعني شربوا من التتبيلة وطريوا كل حاجة، الزبادي والليمون او الخل بيخلوا يعني الصدور خلاص لهبة واحدة في الفرن تبقى تمام. وهنحط بالشكل ده الفراخ بتاعتنا اللي نعمله بالطول واللي نعمله بالعرض اهي. بالشكل ده كده تمام. وطبعا التتبيلة دي انا ما بحبش افرط فيها، بالعكس بحاول ان انا ازود منها كده على الفراخ وهي بتستوي في الفرن. وهندخلها الفرن على درجة حرارة عالية قوي. لازم نحط انا وسخت نفسي بس مش مشكلة فداكم. هاخد الصينية احطها على الرف اللي في النص، نفس المسافة اللي ما بينها وما بين الشواية اللي ما بينها مع الفرن من تحت، وبولع الشواية وبولع الفرن من تحت. اللي بيحصل انه الفراخ بتتشوي قوي من الناحية دي،
لما بتتشوي من الشواية وبتتحمر كويس قوي ممكن اقلبها بالشوكة، لكن يا سلام بقى لو مستخدمين الشواية اللي بتتقفل من غير لا شوكة ولا اي حاجة، بتقلبي الشواية نفسها وتدي تاني نفس الحرارة وتكمل من تحت ومن فوق. هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نعمل مع بعض عيش الشاورما في البيت، وهنعمل سلطة الزبادي التركية كمان اللي بتتقدم مع الشاورما. اشوفكم بعد.